يعني ايش كافي عاد والحمد لله خلصنا. ما اعرف مستقبل انه حلو او ما حلو، ما لاني لحد الان اني نبيه خوفه من كل شيء، يعني هبط اخاف يعني بالليل حتى ما انام، يعني دائما تفكير اخاف انه لا يرجعون او شيء هيك. قلت له يعني ما لحقنا، انا قالوا لا تقولون احنا قتلنا، بس واحد منهم ابن عمي انه من ضمنهم جاوي وياي قال لي اذا قلت يعني قتلتوا او احد قتل، احنا 4 3 كلكم نقتلكم.